يعاني سكان مدينة جوز بيضة هذه الأيام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية بالولاية، مما انعكس سلبا على حياة المواطن البسيط. حاجة ما أقول أغر الصعب بسبب ده الحكومة خلي شيء نجوم خلينا هذا الشيء التجار ده خلي يعزلوا في ثانية وخلي ينزلوا للمواطنين وناس يعيشوا بالسلام. الأسبوع الفات كور السكر كان ب 700 ريال، اليوم ده أطبعت ب 800، مقابل زيادة قطع صابون ب 400 جرام، اليوم ده أصبح دينا ب 120، وقبل أسبوع كانت ب 100 ريال. والمواطن ده والله تعبان مغلوب على أمره، يعني ما عنده أي منفذ وأسعار ماشي كل يوم بيرتفع، فده صعب بالنسبة للمواطن. وتأتي زيادة الأسعار في وقت تشهد فيه المنطقة تدفق عدد كبير من اللاجئين السودانيين مع بداية موسم الأمطار وإغلاق حدود البلدين، إذ أن ولاية سلا تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات السودانية. وأن تداعيات الأزمة حدثنا محمد نور علي أحد التجار، حيث أفاد بأن هذه الظاهرة نتيجة طبيعية بحسب الموقع الجغرافي للولاية مع غياب البنية التحتية في فصل الخريف. النقطة الأولى وتقريبا هي الأساسية المشاكل هنا إخواننا السودانيين. إخواننا السودانيين لما بدأ مشاكلهم يعني انعكس علينا سلبا، ففوجئنا بارتفاع الأسعار ارتفاع جنونية، لأننا قبل المشاكل نستهلك المواد الغذائية السودانية بكمية أكبر تقريبا 95% أننا في الحدود هنا نعيش من جوارنا السودان. أما النقطة الثانية أنا أرجعها إلى شنو؟ إلى انغلاق المنطقة، لأننا في ولاية سلا عبارة عن منطقة منغلقة ما فيها طرق. تقريبا منذ أن يبدأ موسم الأمطار فإن الإنسان أو إن التجار لا يستطيعون أن يجلبوا البضاعة من أبشة أو سواء من أنجمين، لأن هناك أودية تمنع ذلك. مسؤول الغرفة التجارية بولاية سلا إدريس يوسف حسب الله أكد بأنهم عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الأزمة. أننا بصفتنا كون غرفة تجارية ده نقدر نلوم نسو جوست بري أن توكا سيستم كون شيء ده يكون المواطنين ما يشكو. التاجر ده هو فعلا بقول لك أنا ندور مصدر، لكن المصدر ده ذاتك كان شغل بيجا كان ضرر في أخوان ده ذاتك ما بنفع. المهم أننا نحاول بصفتنا إدارة عن التجار نحاول نسوي نظام عشان الشيء ده الناس ما يحسوا زيادة. ومع غياب الرقابة على التجار الذين يستغل بعضهم تلك الظروف الصعبة من أجل الكسب السريع ولو على حساب الآخرين، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل وضع المواطن على هذه الحالة؟